كبار كيجيو كيبغيو يجروك ولا تسخر ليا ولا شنو وما تيبغيو يديو ليا باش يكرفصوا ليا ولدي. تقهرت بزاف، تقهرت بزاف د الحوايج. تشوف تراجي وشوف راسها تشوف فيها الحال بزاف. بعد الأحيان كنفكر نشرب شي حاجة ونموت وزين ولدي. السلام عليكم خوتي المحسنين، انا الاسم ديالي شرفي فاطمه من مدينه الدار البيضاء مدينه قديمه. انا المنتهي ديال اسم الشر وانا عايشه في الزرقاء انا ولادي. كانوا مربيني شي ناس ما كنتش عارفه بانني مربي عندهم وليدات وما عندكم شي، وانا ما كنتش عارفه راسي راني مربي. المهم بلي الناس ماتوا ولادهم تقالوا لي نوضي خرجي في حالاتك. قلت لهم علاش نتوما خوتي وبغيت تجروا عليا؟ قال لي حنا ماشي خوتك، با امي راه كانوا غير مربين. يلا الزنقه خرجتي انا ولدي، ما ندير الاوراق لا والو، ما عندي حتى ورقه. الورق اللي كانوا عندي كانت عندي غير الحاله المدنيه ما عندي ماشي فيها انا ديال ولادهم. صافي قالوا يا خرجي. خرجت للزنقه المده ديال 8 شهور. دابا انا ولدي كنعيش في المحطه، كنبات فيها في الليل، في الصباح تنقد تنخرج كنهز ولدي كنمشي كنلتجأ شي مرا العائله ولا شنو، كنصبن كنجفف كنغسل كل شيء غير باش نوكل ولدي. حتى كيجيو تيقولي عرفتي اش غديري غدا؟ ما تجيش، سيري دي ولدك وسيري في حاله. بغيتي تجي جي انت، ما تجيبيش ولدك وجي انت بوحدك. انا ما نقدرش نخلي ولدي انا في المحطه، ولدي كان خشيه تحت مني حيت شي خطرات وكيتعرض ليا الاغتصاب. الدراري كبار كيجيو كيبغيو يجروك ولا تسخر لينا ولا شنو، وهما تيبغيو يديو ليا باش يكرفصوا ليا ولدي. ولدي خرج ليا من الثاني، نجحت في تحضيري غادي العام اللي غادي يطلع فيه الثاني، جراو عليا انا وياه. دابا انا عايشه في الزنقه. كنطلب منكم اخوتي المحسنين، انتم راه فيكم خوتي، فيكم با، فيكم مي، تعاونوني. ما بغى والو، بغى غير بيت نستقر فيه انا ولدي. ما بغى حتى شي حاجه، ما بغى ديور، ما بغى فلوس، ما بغى والو، غير بيت نستقر فيه ونعيش فيه انا ولدي. حيت تقهرت بالزرقاء، تقهرت بزاف د الحوايج. الناس كيضربوا بيا تمارا، كيضربوا كيخرجوني. علاش؟ على قبل هاد الوليد تقول لي لا خرجيه، ما بغيناهش، ولدي ما تيدير لهم والو. المهم مشيت التيط ملي جلست فيها سيمانه، صافي خرجت منها. خرجوني منها همايا، قالوا لي لا صافي سيري حيدي، خصك تمشي تدي الدري الخيريه ولا تدي عادي الا بغيتي انت تجلسي بوحدك باش نتشدوك حنا والدري. لا وتكرفيس فيها بزاف، فيها تكرفيس بزاف الوسخ، وانا ما قدرش نعيش ولدي في هذاك الشيء. الناس كبار مسخين، الناس كبار مساك مكرفسين، انا ما قدرتش نعيش. حيت انا كنت عايشه فواحد الرفاهيه بزاف، كنت عايشه مخيره. الناس الا لبسوا كسوه كنلبس انا ثلاثه، كنت بذهبي، كنت بزاف، كنت مع با اللي مربيني. ملي مات با صافي تلحيت للزنقه، بقيت عايشه في هذيك المحطه. واخا هكاك تنمشي كنبات فيها، الصباح ثاني كنقلب بلاصه اخرى. تلاقيت مع هاد السيده اللي جابتني المحاله، مسكينه حلات لي ظهرها، واخا عايشه على قد حالها. واخا سميتو قالت لي يلا في هاد العيد ما نخليش انا هاد الوليد، يلا جلسي معايا تيحن عليك الله بفوت العيد. وهذيك الساعه شوفي فين تمشي. انا دابا كنطلب منكم اخوتي المحسنين تساعدوني وتعاونوني، ما طالبه والو، طالبه بيت واحد. ولدي دابا ضيع ليا بلا قرايه، وانا ضيعه عايشه في الزنقه، عايشه زعما بزاف. المهم مشى بحالاته با، ملي طلقت معاها مشى بحالاته، مبقاش كاع تيعرفني ولا تيجي عندي ولا صافي. تعرفني عايشه في الزنقه، ملي كنت جالسه في دارنا راه كتيجي، ملي شافني عايشه في الزنقه صافي زيد بحالاته. اش غيجي عندي الزنقه؟ اش غادي يجي عندي؟ صافي تا ولدو ما بقاش عارفو كاع. ملي عرفني بشي بنت هذوك الناس وعرفني غير بربيه وعرفني، صافي السيد زاد بحالاتو ما بقاش. قال لي انت يا كنصحبك بوالديك وبورتك وبعد انت يا والو هادشي الله عاوننا عاونك. صافي مشى بحالاتو، اش غندير ليه؟ صافي خليته مشى بحالاتو. دابا انا ولدي حنا كنتلاوحو في الزنقه، حنا عايشين غير هاد السيده هي اويانا عندها. دابا حاليا حنايا مستورين الحمد لله،
مسكينه معيشه انا على قد حالها حتى هي ماشي كوكات. قالت كان نكون عاكه في استطاعتي تجلسوا معايا، وكي مسكينه حتى هي ماشيه في الاستطاعه ديالها باش غادي نبقاو مستقرين غير يفوت العيد وغادي نشوفه. اما انا ما كرهتش انايا مستقر وما عرفتش شنو ندير، ولكن بزاف تقهرت بالسرقه، تقهرت حتى شنو انسان تجلسي في هاد الدار وتجلسي في هاد الدار كتبقاي كتلاوحي باليدين وعباد الله يضربوك في التماره يقول لك يلاه الباب، لدرجه انني طلبت في الزنقه، طلبت ماما صافي ملي كنطلب بقجوجه بعد الاحيان كنفكر نشرب شي حاجه ونموت، نموت انا وولدي وما نبقاش عايشه كنضرب في الزنقه، تنقول غير نشرب شي حاجه ونموت انا وولدي ولا هاد العيشه هادي اللي انا عايشاها بحال هكايا. حيت عييت صافي الطاقه ديالتي سالات، مريضه دابا وما عنديش حتى باش نعالج نفسي، عندي ولسي ساهله لتحت عرفتي قد الكره، وباش كنمشي بغي ما عنديش الوراق باش ندخل حتى للطبيب غير لا كارت ولا ورقه ولا باش كتدخلي للطبيب ما كاينش. بزاف خايف على ولدي اختي، كنخاف على ولدي بزاف، حيت هو اللي عندي كنخاف عليه بزاف كثر من شي انا ما عرفتش شنو يديروا لي وما يقيسوش لي ولدي، كنضرب عليه كنضرب على ولدي باش حتى واحد اللي جاب كيبغي يسخرو كنوض كنضرب عليه تضرب عليه وما كنخلي مازال ندير ليه، لدرجه اني كندير ليه بحال البيبي الصغير كنشدو كنخشيه تحت مني وكندير عليه السيكل وكنخبيه ورجليه كنجمعهم بين رجليه باش ما يبانش وتنخبيه تحت مني وندير نغطيه تنقول ليه غير صبر انا غنفسك شويه وصبر غير ما تبانش لشي حد وتنبان انا باركه، حيت انا قادره بنفسي ولكن ولدي ما عرفتش اشنو ندير عليه نقتل عليه. هادشي علاش انا كناشد خوتي المحسنين يعاونوني، بغا غير بيت واخا غير في السطح وما نبقاش في هاد العيشه مع ولدي. عييت اختي عييت صافي طقت بيا، ما بقيتش شي دابا حاليا طايقه بيا، ما بقيتش قادره نعيش، ما بقيتش باغا نعيش. شنو حال كنتي في شكل وليتي طايحه على الارض وليتي تهبطو تيشتفو لك على راسك، كنتي قيمه وليتي هابطه للارض، بلي مربيني كان ما عرفتش اشنو دير عليا. انا كنت حابه غير نوقع بحال هكا، النهار اللي مات با نموت حداه وما نوقعش بحال هكا، كنت حابه غير نبقى عايشه في ديك الرفاهيه وعايشه في هذوك الديور وعايشه في هذوك الذهب وهذوك الحوايج وهذاك الشيء. خرجت طويله طويله ساكي في يديا حويجي حويج ولدي هو اللي في يدين، ما رحمونيش ما عقلوش عليا، تصوري شدني جرني ولاحني، ما رحمونيش خوتي اللي كبرت معاهم اللي كنت مربي معاهم، ما رحمونيش ما عقلوش عليا، شدوني من يديا عرفتي مع 12 اللي قال لي خرجي برا، خرجت في 12 اللي بيت في الجامع ديال الحسن الثاني، جا البوليسي قال لي حيلي من هنا، قلت له الله يرحم لك الوالدين ما عنديش في يدي ولدي غير تا الصباح، عاداني مسكين واحد البلايصه قال لي هو تخبي هنايا، ملي شاف الدري قال لي صافي تخبيتي والوليد انا خباني حتى الصباح، قال لي 6 الصباح ما لقاكش انا 6 الصباح نط خرجت مشيت جلست غير جهه البحر والبرد، جيت البحر فين جلست انا ولدي عرفتي كله تيقفقف، ماشي تعذبت فت العذاب ليه فت العذاب، تكوني في شكل وتهودي الارض راه صافي راه كيتبان لك غير الروضه وكيبان لك غير القبر، داك الشيء علاش درت النداء باش ناشد خوتي المسلمين يعاونوني، ما باغا والو كيف انا كنعاودها وتنكررها، ما باغا لا ديور ما باغا فلوس ما باغا مال ما باغا جا ما باغا والو، باغا بيت في السطح شي واخا يكون براكه في السطح، ماشي على قبلي انا على قبل ولدي غير على قبل ولدي، باش مابقاش يتكرفص ليا وباش يمشي يقرا تا هويا، الوقت اللي كيمشي الدري للمدرسة الدري كيبقى يبكي تيقول ليا ماما شتي كون كانت عندنا دارنا كنت انا غادا للمدرسة، تيقول ليا ماما كون مشيت انا كنقرا شوفي الدراري ماما شوفي الدري غادي للمدرسة ماما شوفي الدري غادي للمدرسة، عييت وداكشي علاش كناشدهم انا بزوقة في الله وفيهم يعاونوني، راني عييت وطبت الله يجازيهم بخير الله يعاونهم، راه فيه خوتي فيهم ما عرفتش شنو هيا يعاونوني، انا التجأت خوتي مسلمين اعتبرتهم خوتي وامي وبا وعائلتي، راني عييت وطبت بارك عليا، راه هاد السيده اللي جابتني راه هضرت معايا وداكشي قلتها دابا وليت باغا عين نشرب شي حاجه انا ولدي ونموت بجوج، غير حاجه ولدي نقتلو حدايا ما خلينيش يتعذب ولا يتكرفص هنايا،
انت كنخاف عليه بزاف انا ولدي، انا مزوقه فيهم يعاونوني يرحموني ويعاونوني ويعاونوا هاد الوليد هذا معايا. حنا كنتكرفصوا كنتكرفصوا ديال بصح خوتي المحسنين، ديروني خصكم عاونوني في هاد العيد. بغيت عبيت نسترفي انا ولدي، ما بغاش ولدي انا يشوف هاد الذبايح ويشوف هاد الشيء وانا ما معيداش انا لا هو. بغيت عبيت نسترفي في هاد العيد نتخشى فيه وسد عليا ونعس انا وياه. انا مكتافي كنخدم كنردب كنخلي ما تندير. بغيت عبيت نسد على ولدي نسترو فيه ونخرج نخدم على راسي ونجي عنده. انا مزوقه فيكم وفي الله اخوتي المحسنين اللي معاونوني وساعدوني، انا مزوقه فيكم، انا فيكم خوتي فيكم با فيكم بي فيكم كل شيء. انا عولت عليكم وعلى الله سبحانه وتعالى تعاونوني. وقال لها سكنوا انا وماما في شي بلاصه تشوف الدراج يمشيو للدراسه تشوف في رحال بزاف الدراج يمشيو للدراسه وتشوف عافاكم عاونونا عافاكم وقال السرقة وقيت وجبيت سكاوش وين هما انا وماما وقرا عافاكم عاونونا كنت عايش مزيان انا وماما بلي ما جبا شكرا خرجنا انا وماما من الزنقة عافاكم عاونونا عافاكم.